وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا أو تنضم إلينا من عبر الهاتف من أنطاكيا رئيس قسم التقارير في الشبكات السورية لحقوق الإنسان سمية حداد. أهلا ومرحبا بك سيدتي. بداية، لليوم الرابع على التوالي يواصل النظام وحلفائه حرب في الغوطة الشرقية، على الرغم من الأنباء التي تأتي من الغوطة إلا أنها لا تصف الوضع بكامله. لو تصفين لنا بدقة الأوضاع في الغوطة وأنتم ترصدونها عن قرب. أهلا وسهلا بكم. في الحقيقة بالنسبة للوضع الغوطة الشرقية حاليا هو يمر بأسوأ المراحل. نحن نقوم بتوثيق الانتهاكات التي تحصل في الغوطة منذ بدء الحملة العسكرية التي بدأت في 14 تشرين الثاني. نعم. وقد أصدرنا 3 تقارير توثق هذه الانتهاكات، كان آخرها منذ قرابة أسبوع وثقت قرابة 800 ضحية مدني خلال 3 أشهر. واستخدام الأسلحة الغير مشروعة، حيث وثقنا 4 هجمات الأسلحة الحارقة، 3 بالغازات السامة، 4 بالأسلحة العنقودية و1 بالأسلحة الحارقة، و3 باستخدام الغازات السامة. أيضا كان هناك ما قرابة 108 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 10 منشآت طبية. هذا الكلام كان من 14 تشرين الثاني حتى 14 شباط. حاليا بعد فترة هدوء استمرت 3 أيام، مساء 18 شباط عاود قوات النظام حملتها ولكنها بشكل أشد شراسة على الغوطة الشرقية. طيب، بالكلام عن القصف، يعني الإحصائيات تتحدث عن 140 أو أكثر قتلوا جراء غارات النظام وروسيا. إلى أي مدى القصف يستهدف المدنيين، وهل فعلا يتمركز داخل المدينة أي جماعات ممكن أن تصنف كإرهابية لدى النظام؟ حاليا خلال هذه الحملة الأخيرة التي بدأت 18 شباط لدينا ما لا يقل عن 200 مدني قتلوا خلال إجراء القصف الذي تعرض له هذه المنطقة. أكثر من ثلثهم هم أطفال ونساء. هذا يؤشر ودليل واضح على أن هذه الهجمات تستهدف المدنيين، بغض النظر سواء هناك قوات عسكرية داخل الغوطة، فهناك في القانون الدولي ما يمنع استهداف المدنيين. 200 مدني خلال 3 أيام هو رقم كبير جدا، لا يمكن وصفه بأي كلمة. الأوضاع الحالية من الغوطة لا يمكن وصفها في ظل الظروف، صعوبة التواصل عن المنظومين في الداخل والناشطين. ما يصلنا من صور هو لا يمكن السكوت عنه. المدنيون دائما وبشكل شبه مستمر متواجدون ضمن الأقضية في سبيل تقليل الخسائر التي يتعرضون لها في الأرواح. المنشآت الطبية تتعرض للقصف، هناك ما لا يقل عن 5 منشآت طبية تعرضت خلال هذه الأيام القليلة للقصف في سبيل، وهي يعني اثناء قيام هذه اسعاف. طيب، لكن الخارجيه الامريكيه تعرب عن قلقها مما يجري في الغوطه. لا تعتقدين ان المجتمع الدولي مطالب بشيء واقعي وفعلا جدي من اجل وقف هذه المجازر التي يقوم بها النظام وحلفائه؟ طبعا الخارجيه الامريكيه اعربت عن القلق، لكن ما فائده الاعراب عن القلق؟ يعني مللنا من الاعراب عن القلق، نريد خطوات جديه، سواء مجلس الامن الذي كان من الواجب ان يقوم بعقد جلسه ولو طارئه للحديث عن وضع في الغوطه الشرقيه حاليا وما تتعرض له هذه المنطقه من جرائم حرب. ما يحدث في الغوطه يرقى الى جرائم حرب وصمت دولي للاسف، دون اي خطوات فاعله في سبيل وقف ما يحصل. حتى القوات النظام الروسي الذي كان هو أحد أطراف المنظمة لاتفاق خط التصعيد والذي شمل الغوطة الشرقية لا يقوم باتخاذ أي إجراءات فاعلة لضمان خط التصعيد. نعم، من أنطاكيا رئيس قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيدة سمية حداد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.